بخصوص السؤال ديال واش أسامة جعمي عنده علاقة بسيمو بالبشير ولا عائشة عياش، تنزيد نأكد لكم على أن أسامة جعمي لا علاقة له لا بسيمو بالبشير ولا بعائشة عياش، وما عمر ما تحدث عليهم لا أمام الضابطة القضائية ولا أمام السيد قاضي التحقيق ولا أمام هيئة المحكمة في إطار الحكم الابتدائي، وحتى ما عمر ما توجهتش ليه شي أسئلة بهذا الخصوص، يعني أبدا ما عنده حتى شي علاقة بهم. لان اللي خصكم تعرفوا قانونيا الا كانوا هاد الناس هادو داروا تكوين عصابه اجراميه راه كانت تكون متابعه ديال تكوين عصابه اجراميه، راه عندنا مشرع وعندنا اجهزه قضائيه وعندنا نيابه عامه عارفه خدمتها وعارفه شنو تدير وتتسطر القانون كما هو. يعني كون كان تكوين عصابه اجراميه ولا كان هاد الناس عند ولا كان اسامه عنده علاقه بهاد السيد سيمو بالبشير او عائشه عياش كون كان درت المواجهه ديالو ولا قدام قاضي التحقيق في اطار استنطاق تفصيلي، ولكن هادشي راه ما كاينش. حتى في اطار الاسئله اللي سمعت ديك المره فاش خرجنا من الجلسه راه اسامه جعمي صرح امام السيد القاضي في الجلسه ديال 18 انه على علاقه بدنيا باطمه واختها وابتسام، هادشي راه ماشي حقيقي. السؤال كان ما هي علاقتك على اساس وجود مكالمات، ما هي علاقتك بهذه العائله ديال باطمه؟ جاوب اسامه العلاقه تاعي بالعائله تاع باطمه بحال العلاقه ديالي مع سعيد الشرف، اقوم باسترجاع حساب تم البيراطاج ديالو بلا ما يتم تاويل بزاف ديال الاحاديث خاص تقالوا الحقائق كما هما. هذا الشيء اللي كاين، شكرا لكم.